المشروع مع الوزارة الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات كتعني مسؤولية وملقاة على عاتقي مسؤولية ميدانية. أخي يعطي شنو قال الوليد؟ قال إلا خرجتي من المدرسة بحال قبتي شنو ذبحتي راسك. لقاء اليوم كان هو لقاء تحفيزي لمجموعة التلاميذ الذين تم إرجاعهم من خلال واحد العمل واحد المجهود اللي دار في إطار شراكة بين مؤسسة الفقيه التطواني والمديرية الإقليمية بالخميسات، بحيث اشتغل رؤساء المؤسسات التعليمية على أساس أنه يتم تحديد واحد مجموعة ديال التلاميذ اللي عرفوا الهدر المدرسي، وتم اللقاء مع هؤلاء التلاميذ وأولياء أمورهم من حيث أنه تم يعني تحفيزهم وإرجاعهم إلى منظومة التربية والتكوين وإدماجهم. واليوم يعني تنحتفلوا بهذا التلاميذ هادو على أساس أنه يتم التحفيز ديالهم وبالتالي إدماج ديالهم بشكل سلس ومساعدتهم على التدرس ديالهم داخل المؤسسات التعليمية من خلال واحد المجهود ديال رؤساء المؤسسات التعليمية. وشكرا.